أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج فوتوغرافيا. تصوير الطبيعة له رونقه وله طابعه الخاص الذي يتذوقه عشاق هذا النمط من الفوتوغرافيين. ومن متذوقي هذا النوع ضيفي وضيفكم هذا المساء الأستاذ وليد المرحوم، وهو من المصورين الذين ما زالوا يمارسون التصوير بواسطة كاميرات الميديوم فورمات. له مشاركات عدة في معارض عدة، ألقى محاضرات في هذا المجال، سيحدثنا عن تصوير الطبيعة ومبادئه الأساسية. مبادئ تصوير الطبيعة تتكون من مبدأين أساسيين ومبدأ إضافي بعد ما تتم المبدأين الأساسيين. المبدأ الأول قبل الصورة، قبل أن تتم الصورة لابد أن هناك فكرة معينة عن المكان المعين الذي راح يتم التصوير فيه، المنظر العام، ظروف المنظر العام. والشيء هذا بيعطيك انطباعات كثيرة، مثلا الأدوات اللي بتستخدمها والعدة اللي أنت راح تروح لها. مثلا على سبيل المثال، إذا الواحد بيروح يصور لأماكن رملية لازم يأخذ الحيطة، فأخذ أشياء خفيفة عليه، لأن المشي في الرمال متعب وبيكلف من الطاقة ما الواحد يعني يستفيد منه، لازم يوفرها لنفسه في التصوير الأشياء الثانية. أو على سبيل المثال تصوير أماكن زلقة، يأخذ حيطته، فمثلا اختيار الحذاء المناسب، أخذ كمية مثلا من المياه بحكم أنه هناك ما في مصادر، ما في موارد أو شيء زي كذا. لما الواحد مثلا يعرف يبغى يصور منظر معين لازم يأخذ تصور قبله، رح كيف راح يكون المنظر هذا. فإذا كان مثلا منظر يحتاج إلى زاوية عريضة، منظر يحتاج إلى زاوية مركزة، يعني يكون أخذ العدسات مسبقا بدل ما يروح هناك ويبدأ يفكر أنا إيش أسوي، ومن هالظروف اللي تواجه كل مصور أو الصعوبات اللي تواجه كل مصور في ذاك الوقت، يكون في حيرة أنه هل أستخدم هذا الشيء أم أستخدم هذا الشيء، أم نسيت شيء يا ريتني ما حضرته. طبعا لما الواحد ياخذ فكرة عامة عن المكان اللي راح يصور فيه، بالتالي راح يسهل عليه المهمة الثانية اللي هي وقت الصورة. معرفة المكان الذي راح يتم فيه التصوير هذه تسهل أشياء كثيرة، من ضمنها الوقت، من ضمنها الجهد. فعلى سبيل المثال مكان معين الواحد ما مو من أول مرة يصور فيه، يروح المرة الأولى يشوف المكان، يعرف جغرافية المكان، طبيعة المكان، وش يحتاج له المرة الجاية، وش أفضل وقت لتصوير هذا المكان، هل هو مع شروق الشمس أو منتصف النهار أو عند غروب الشمس. لأنه المعرفة بالأشياء هذه تعطيك لما تجي مرة ثانية وتزور المكان تكون جاهز، وما يعني جاهز لجميع الظروف، لجميع الأشياء، توفر على نفسك وقت البحث عن العدسة المعينة، التفكير في ماذا لو أخذت بهذا الشكل، ماذا لو أخذت بهذا الشكل. تكون من قبل في تجربة، ممكن مرة ممكن مرتين، وكل مرة تطلع بفكرة جديدة. يعني مثلا المرة الأولى جربت شيء واحد وما أمداك الوقت تجرب شيء ثاني، طيب المرة الثانية تروح تجرب شيء ثاني، وبعدين تقارن التجربة الأولى والتجربة الثانية، إيش اللي تفضلها، إيش اللي تميل إليها، إيش اللي توصل الفكرة اللي أنت تبغى توصلها للناس أو تبغى توصلها للمشاهد. وبعدها لو رحت المكان مرة ثالثة راح يكون عندك يقين بأنه هذا الشيء أنت جاي عشان تصور شيء معين وخلاص وتمشي. في هذه الحالة بيكون عندك فكرة واضحة عن الشيء اللي أنت تبي تصوره. وبعدها لما الواحد يعرف هو وين بيكون وين بيصور فيه، وكيف الطريقة اللي بيصور فيها، وإيش العدسة اللي بيصور فيها، سواء عدسة وايد أو عدسة تليفوتو،
بتسهل عليه خلاص أنه ما بقى إلا كيفية تصوير الصورة. لنضرب مثال أنه شخص ما يبغى يصور في أحد الكثبان الرملية، طبعا لازم يحط في باله حسابات معينة. على سبيل المثال الوقت اللي راح يمضيه من لحظة خروجه إلى الوصول كم بيكون؟ لو افترضنا أن الوقت ساعة، لازم يحط في باله أنه لازم يكون هناك وفيه وقت كافي للنهار، لأنه أماكن outdoor أو الأماكن الخارجية عادة ما فيها إضاءة، ما فيها إنارة، لازم الواحد يروح بدري في وقت مبكر جدا عشان يقدر يرتاح في التدوير ويلقى بشكل أسهل. لو قلنا أنه خرج مثلا على سبيل المثال من الساعة، إذا كان يبغى مثلا يصور فترة العصر، إذا كان يبغى يصور فترة العصر لازم يطلع من الظهر مثلا من الساعة 1:30 أو 2:00. صحيح أنها شمس وحرارة، لكن هذه بتعطيك راحة أنه لما توصل هناك بيكون عندك وقت كافي أنك تدور على المكان وأنك تستكشف المنطقة بشكل أوسع. لما إذا كان عندك وقت راح تستكشف، إذا ما كان عندك وقت بيصير المكان عندك محدود جدا وبينتهي استكشافك بلحظة غروب الشمس. لو افترضنا أنه الشخص الآن وصل المنطقة المناسبة في الوقت المناسب، ربما يقدر يطلع بصورة حلوة وربما لا. أنا أرجح أنه ربما لا، لأنها الآن انتهيت من المرحلة الأولى اللي هي إيجاد المكان ومعرفة الوقت المناسب لهذا المكان. تجي المرحلة الثانية، تصوير المكان. تصوير المكان هنا راح عوامل كثيرة تأثر في تصوير المكان. على سبيل المثال منطقة غائمة راح تكون الإضاءة فيها ضعيفة، منطقة ما في وجود أي سحب أي غيوم، راح تكون الإضاءة فيها أقوى. إذن المكان اللي أنت تبغى تصور فيه هل يحتاج إضاءة قوية أو إضاءة خفيفة؟ في بعض المناطق على سبيل المثال زي الكثبان الرملية تحتاج إضاءة قوية لخلق الفارق بين الضوء والظل، ولأن الجمال أصلا في هذه المناظر الرملية هي تناغم بين الضوء والظل بشكل هندسي أو بشكل جمالي أو بشكل متجانس أو بأي شكل من أشكال الجمال الأخرى. في بعض المناطق على سبيل المثال زي الشواطئ لا تحتاج إضاءة قوية، لأن الماء الموجود فيها يعكس كمية من الإضاءة، فإذا كانت إضاءة قوية بالإضافة إلى الماء ستصبح عندك إضاءة عالية أكثر من اللي موجودة. فيفضل مثلا في تصوير الشواطئ أن تكون السماء غائمة لتعطي نعومة أخف على الإضاءة، أو تصويرها في وقت مبكر جدا أو متأخر جدا. فهذه الظروف تجعل من الصورة إما ناجحة وإما تحتاج إلى إعادة نظر.
أثناء التصوير بعد ما الواحد يجد المكان المناسب ويجد الظروف المناسبة ولم يبقى له إلا التصوير، هناك مهمة على المصور تتركز في الإعدادات الصحيحة، هذا بشكل أول. بشكل ثاني، بعد معرفة الإعدادات الصحيحة، الإطار الصحيح، لا يجب الاستعجال في الإطار الصحيح، لأنه على سبيل المثال في برامج ممكن تعدل شكل التكوين، اقتصاص يمين أو يسار، أسفل أعلى، ولكن هذا الشيء إذا إن لم يتم الصورة أخذها بشكل كامل من الأساس سوف تتأثر الصورة باقتصاص شيء من جودتها. فعلى سبيل المثال كاميرا دقة الحساس الخاص فيها 18 ميجا بكسل، إذا تم اقتصاص شيء منها ممكن تصل إلى 14 أو 13 أو إلى 10 ممكن على حسب الاقتصاص، وبالتالي الصورة راح تكون أصغر مما المفترض أنها تكون. فيما لو المصور نفسه أخذ الحيطة من قبل وأخذ العدسة المناسبة وأخذ الإطار المناسب والذي يتم بعناية شديدة من جميع النواحي، إما من ناحية الميلان في خط الأفق أو من ناحية ترتيب العناصر أو من ناحية أحيانا تغيير أشياء في العناصر كتحريك شيء معين أو كإيجاد شيء معين أو إزالة شيء معين، لابد المصور في هذا الوقت أن يكون جل تركيزه أن الصورة هذه بشكلها النهائي وليس في شكلها الأول، والذي من بعدها تكون مرحلة اللي هي برامج تحرير الصور. فالقاعدة عندي تقول أنه برامج تحرير الصور مهمتها إضافة تحسينات إن وجد، وليس إضافة الإضافات مع أنها لازم تكون إضافات، فأنا ضد أنها تكون الإضافات هي الهاجس الوحيد، بينما الإضافة الأساسية في الصورة هي تصوير الصورة نفسها. إعدادات الصورة نفسها تتكون من ثلاث أشياء أساسية. الشيء الأول هو التعريض، ويقصد به كمية الإضاءة الموجودة في الصورة. فإذا كانت كمية الإضاءة مناسبة فهذا هو المطلوب في الصورة، وإذا كانت كمية الإضاءة بشكل أكثر من المطلوب سوف تؤثر بشكل سلبي على نوعية الألوان وعلى عدم تدرج في الضوء والظل، فربما تكون مناطق الظل هي إضاءة في نفس الوقت، وبالتالي سيختلف التحجيم عن ما هو مطلوب. فإذا كانت كمية الإضاءة أقل من المطلوب راح تكون جميع الأشكال أو العناصر غير مرئية، فبالتالي ما كأننا استفدنا من تصوير الصورة. فلا بد هناك تكون موازنة بين كمية الإضاءة المطلوبة، وهذا من جهة، والجهة الثانية رؤية المصور نفسه في إخراج كمية الإضاءة بشكل فني جميل. عند اختيار عدسة بفتحة 2.8 فهنا مجال عمق الميدان ضحل جدا، فهذا يصلح للأشياء التي مثلا مثل تصوير الماكرو، التصوير الدقيق، الزهور والفراشات والنحل، حيث يكون تركيز الصورة نفسها على جزء دقيق معين، والثاني والأجزاء الأخرى تكون خارج إطار التركيز وخارج إطار الصورة بشكل ناعم وسلس. أما مثلا في تصوير الأشياء التي بفتحة عدسة 8 تكون هذه مرحلة وسط ما بين عمق الميدان العالي وبين عمق الميدان الخفيف، تكون منطقة وسطى، ولكن ربما الأشياء الثانية ما تكون واضحة بشكل كامل.
إذا بغينا الأشياء تكون واضحة بشكل كامل ممكن نبعد أكثر باختيار فتحة العدسة على سبيل المثال 16 أو 22 أو 32. طبعا كل ما زدنا في الأعداد هذه 16 و32 و22 راح يمتد معنا العمق الميدان، ولكن ربما تخف عدس الحدة عن العدسة، لأنه بعض العدسات تكون حدتها في قمتها عند فتحة معينة على سبيل المثال في فتحة 8 أو في فتحة 11. فعلى حسب الموضوع الذي يراد تصويره لابد اختيار الفتحة المناسبة، ولسنا مجبرين على أن نأخذ الأقصى فتحة أو أدنى فتحة، إنما نقف قليلا مع نفسنا ونشوف وش الفتحة المناسبة لهذا المشهد، لأن الفتحة المناسبة علاقتها طردية مع سرعة الغالق ومع الإضاءة نفسها ومع حساسية الصورة نفسها، فكلما تكون العناصر هذه متوافقة مع بعض كلما كانت الصورة إضاءتها موحدة. فعلى سبيل المثال فتحة عدسة 8 مع سرعة ثانية واحدة تساوي كمية الإضاءة لفتحة عدسة 11 وسرعة غالق ثانيتين. فكلما طلعنا برقم من فتحة عدسة نضاعف نفس الشيء رقم في سرعة الغالق. إذا كان احتياجنا في سرعة الغالق فقط ثانية واحدة ما راح أجبر نفسي إني أروح على فتحات عدسة أعلى أو أقلل من أشياء ثانية من أجل أن تكون الصورة بشكل إجباري، إنما الصورة هي دائما كل ما كانت بسيطة كل ما كانت أجمل. النقطة الثالثة من عناصر الصورة نفسها أو الإعدادات الصورة نفسها اللي هي سرعة الغالق. سرعة الغالق تكون مهمة جدا، على سبيل المثال عندما تكون سرعة غالق سريعة جدا مثلا سرعة 1/500 من الثانية، هذه ممكن تجمد حركة جناح الطائر، ممكن تجمد حركة المياه عندما تصطدم بالصخور، أو ممكن تجمد الرياح إذا تكون عالية جدا. أما إذا اخترنا حركة وسرعة 1/60 هذه سرعة تعتبر أقل بكثير من 1/500، وهذه 1/60 ممكن لو صورناها على جناح طائر ممكن ما تجمده بشكل كامل، بس ممكن تعطي تأثير الحركة عليها. ولو نضرب مثال على سرعة غالق ثانية واحدة كاملة، فهذا الشيء ممكن تأثيره يكون على المياه أكثر
عندما يعطيك كأنه جليد وكأن المياه كثافتها أكثر مما الواحد يشوفه. ففي صور الشلالات عادة من ثانية إلى ثانيتين، فهذا يعطي التأثير حق تصوير الشلالات وعلى تصوير السحب عندما يكون شكلها كأنها تتحرك، هذه من ثانية وما فوق. فهذه يسمى هذه تقنية اسمها التعريض الضوئي. من مبادئ اللي يعتبرها مبدأ إضافي ويكمل ويجعل الصورة بعد آخر، اللي هو تطوير الصورة نفسها. فعلى سبيل المثال ذهبت إلى مكان ووجدت صورة وأعجبني هذا المكان وصورته، لما رجعت البيت وجدت أن الصورة تحتاج إلى أكثر من شيء، تحتاج إما إضاءة أقوى أو تحتاج إلى عنصر درامي أكثر، لأن المكان أجمل مما تم تصويره. العادة تكون الصورة أجمل من المكان لأنها تأخذ باعتبارات معينة، بنظرة وجهة نظر معينة، لكن إذا صارت وجهة النظر هذه ليست كافية، ممكن تكون في أثناء الصورة تجي فكرة جديدة أن الصورة هذه ممكن تكون بشكل أفضل إذا حصل هذا الشيء. فعلى سبيل المثال في صورة صورتها أول شيء بظروف جيدة جدا، وكانت مناطق غائمة وجبل بشكل جميل جدا، وعجبت بهذا الجبل وصورته. لما رجعت البيت وشفت الصورة من جديد قلت الصورة تحتاج إضاءة أكثر، ولأن كمية الغيوم اللي كانت في هذه الصورة كانت حاجبة معظم الوقت للشمس. فانتظرت الوقت المناسب، بعد كم شهر رجعت لنفس المكان وصورته ولكن برؤية مختلفة، اللي هي الأبيض والأسود، لأن كانت عندي نظرة أنه المكان هذا دراماتيكي بشكل أنه الواحد لما يشوف الصورة مو المفروض يركز في الألوان نفسها، المفروض يركز في الشكل نفسه، لأن الشكل كان يوحي لأشياء كثيرة بالنسبة لي. رحت وصورته مرة ثانية، ولكن بعد ما رجعت البيت وحمضت الصور وجدت أنه ممكن تكون في تجربة ثالثة لنفس المكان، لكن بشكل أن السحب تكون بشكل غالق بطيء، اللي هو مثلا تصوير الصورة في مدة 4 دقائق متواصلة، بحيث يظهر السحب كأنها خطوط مارة. والحمد لله يعني هذه تعتبر خلاصة للمبدأ الثالث اللي هو تطوير الصورة. عندما تكون صورة جميلة ربما تكون هناك نفس الصورة صورة أجمل بظروف أفضل وبفكر أوسع. صور جميلة بالفعل، أتمنى أن تكون استمتعتم بها. والآن مع صور الهواء.
أهتم ضيفنا كثيرا بالتصوير بالأبيض والأسود والاستفادة من تجربته في هذا المجال، نستمع لما يقول. نتكلم عن التصوير الأبيض والأسود. في رأيي تصوير الأبيض والأسود هو نمط متقدم جدا، لا يجيده إلا لا يجدون الإجادة التامة إلا الذين برعوا في مسألة التعريض الضوئي. لماذا؟ لأن التعريض الضوئي يتركز على إظهار العناصر بشكل إضاءة مناسبة، سواء كانت قوية أو كانت ضعيفة. الإضاءة المناسبة دائما على اسمها إضاءة مناسبة. تصوير الأبيض والأسود يرتكز على التباين، تباين الأجسام، تباين الألوان، تباين المناطق نفسها. على سبيل المثال إضاءة جانبية لأي موضوع ستجعل جزء من الجسم مضاء والجزء الآخر به ظل. الظل والضوء إذا كان على مجموعة أجسام متوزعة بشكل أكثر من رائع، راح تكون هناك صورة أبيض وأسود معناها في الأجسام نفسها وليس في الألوان والمظاهر الأخرى. فعلى سبيل المثال في بعض الصور تكون قوتها في الأشكال نفسها، الشكل نفسه أنه يكون جميل بغض النظر عن لونه. وفي بعض الصور تكون قوتها في اللون نفسه، كيف أن اللون هذا يتجاوب مع اللون الآخر بشكل جميل وبشكل متناغم. ففي بعض الصور يكون الأبيض والأسود أجمل، وفي بعض الصور تكون الألوان أجمل. وهذه بعض الأمثلة اللي ممكن توضح فكرتنا. لبعض الصور تكون أجمل بالأبيض والأسود، وبعض الصور تكون أجمل بالشكل الملون. تكون أجمل بالأبيض والأسود عندما تكون مناطق متباينة بشكل متناغم والمناطق والأجسام، وتكون أجمل بالألوان عندما تكون الألوان نفسها أجمل ومتناغمة بشكل سلس. في تصوير الأبيض والأسود هناك تقنيات تدعم من عمق الألوان، أو بعبارة أخرى عمق تدرج اللون الرمادي فيها. على سبيل المثال إذا تم تصوير صورة بغرض أنها تكون صورة أبيض وأسود وتم إضافة فلتر أحمر على العدسة، عندما يرى المشاهد بشكل طبيعي سيجد الألوان حمراء، لكن عندما يتم تحويلها للأبيض والأسود فإنها سوف تعكس أشياء كثيرة. فعلى سبيل المثال عندما يختلط اللون الأحمر مع لون السماء الأزرق سيعطي سماء داكنة قريبة جدا للرمادي الغامق، وستعطي ألوان أفتح للمناطق الدافئة. فالفلتر الأحمر جميل جدا للمناظر الطبيعية، حيث أنه يزيد من كثافة ألوان السماء ويفتح أكثر المناطق. على سبيل المثال زي المناطق الرملية، إذا كان المنطقة اللي تحت أحمر والمنطقة العلوية سوداء زرقاء، على سبيل المثال الرمال المنطقة السفلية اللي هي الرمال أحمر والمنطقة العلوية زرقاء، فعندما أحط فلتر أحمر راح تنعكس الآية وتصير السماء سوداء والعنصر اللي تحت أبيض. والعكس صحيح، لو استخدمت فلتر أزرق عندما يتطابق الأزرق مع الأزرق راح تجي نتيجة أنه هذا اللون أبيض، فسيكون لون السماء أبيض ولون الرمل بالإضافة إلى اللون الأزرق سيكون لون أسود. فهناك فلتر أخف شوي من اللون الأحمر اللي هو الفلتر البرتقالي، يعطي كثافة للسماء أقل شوي ويعطي عمق أكثر للألوان الثانية، وكذلك الأصفر على حسب رغبة المصور نفسه.
ولكن معظم مصورين اللاندسكيب أو معظم مصورين الطبيعة الذين يصورون باللون الأبيض والأسود يفضلون اللون البرتقالي عن غيره لوجوده لموازنة ما بين الفلتر الأصفر الخفيف وبين الفلتر الأحمر الثقيل. أعزائي، نود أن نتعرف على رأي ضيفنا في المشهد الفوتوغرافي السعودي كيف يراه، ومن ثم ننتقل إلى صور الأخبار. رأيي في المشهد الفوتوغرافي السعودي هو كان جميل لسبب أنه كان نوعية الصور رغم قلتها كان جميل جدا، والآن بعد ما انتشر التصوير بشكل ربما يكون في كل منزل كاميرا أو كاميرتين، اختلط الغث والجميل مع بعض، فأصبحت الصور العادية أكثر بكثير من الصور الجميلة، وأصبح الذوق العام تأثر بشكل كبير بكمية الصور العادية الكبيرة، ولم يكن هناك فرق بين ما هي الصورة الجميلة وما هي الصورة العادية. فسابقا كان الذوق العام أجمل لكثرة الصور المعروضة ولكثرة المصورين الذين يهتمون بالصورة نفسهم من غير كهواية شخصية. أما الآن أصبح التصوير للأسف أصبح مجرد ممارسة وليس هواية، فهناك فرق بين الممارسة والهواية. على سبيل المثال، المصور المحترف الذي مصدر رزقه من التصوير نفسه عادة وليس أكيد، عادة مستواه الفني والجمالي أقل من المصور الهاوي الذي يصور فقط في وقت فراغه. والسبب يعود أن المصور المحترف لديه تشبع من التصوير نفسه وليس لديه الدافع كعنصر إبداعي أو كإخراج شيء داخلي في داخل الإنسان، فكرة معينة، رؤية واضحة ما يراها إلا أشخاص عاشوا في فترات مثلا معينة. على سبيل المثال، من البيوت القديمة لن يقدرها إلا الناس الذين مروا بتلك الأيام وسكنوا فيها. أما بالنسبة للمصور الهاوي، المصور الهاوي عنده شغف، إذا انقطع عن التصوير تجده يشتاق لأي صورة ولا يرضيه أي شيء. فبينما المصور المحترف ممكن أي صورة تؤدي بالغرض، فليس الغرض أنه شيء جمالي وليس الغرض بأنه تهدف لهدف معين، إنما الصورة هي مجرد عمل.
نود من ضيفنا الكريم أن يوجه نصيحة أو توجيه للمصورين المبتدئين. نصيحتي للمصورين المبتدئين في البداية أن تكون مصور، لنقل مصور ناجح، لابد أن يكون هناك شغف لهذا الفن، ولابد أن يكون الواحد متثقف بصريا من وقت إلى آخر وليس لمستوى واحد. فكل شخص وكل مستوى يختلف طموحه من مستوى ثاني. فمستوى المبتدئ أحيانا يكون طموحه أنه يصور صورة ناجحة فقط، أنها غير مهزوزة، أنها واضحة المعالم، أنها معالمها واضحة، مثلا هذا المكان واضح وهذا المكان ليس مهزوز، هذا المكان ألوانه مناسبة. إنما المصور المتوسط يختلف طموحه، يكون طموحه أنه يصل ببعض الصور أنها تكون تشارك في المعارض أو شيء زي كذا. لكن أنا نصيحتي أنه الثقافة البصرية والاهتمام بالكيف وليس بالكم، الاهتمام بأن الصورة الواحدة ممكن تكون أجمل من 1000 صورة أخرى. عندما يكون هناك اهتمام في صورة واحدة راح تكون ناجحة وراح يكون صداها أكثر بكثير من 1000 صورة عادية. وفي الختام نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة.